السلام عليكم، اهلا مشتركتي متابعين حنان، مرحبا بكم كامل في قناتكم كوزينة حنان. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. لا فيديو تاع اليوم راهي بزاف عليها طلبات، علاج البرود الجنسي عند النساء، يعني بزاف طلبات طلبتوا عليها بزاف. سبقتها هي الاولى وراهي جايه الفيديوهات الاخرى ان شاء الله، ما تقلقوش برك، بالعقل ولبي لخواتاتي كامل الطلبات تاعهم. الوغ نبداو بسم الله. هنا نوضحوا شويه يعني البرود الجنسي من واش يجي. البرود الجنسي عند النساء كاين يعني اللي يجيها من الاضطرابات العاده الشهريه، يعني العاده الشهريه يكون عندها فيها اضطراب، مرات تجي مرات تجي مرات ما تجيش، احتباس العاده الشهريه، يعني كما نقولوا بالعاميه بلوكاج، اللي عندها العاده الشهريه مبلوكيه ولا محتبسه. هذه ثاني راه دي البرود الجنسي اللي عندها يعني نقطه مهمه جدا جدا، وهي كما نقولوا لانفيكسيون، يعني الافرازات او لانفيكسيون بالعاميه في الرحم، راح تعمل البرود الجنسي بقوه كبيره. ثاني كما نقولوا المخ لما يكون مشغول، المشاكل في العائله، المشاكل في الحياه الزوجيه، العصبيه، هذو كامل يعملوا البرود الجنسي عند المراه. من بعد نمروا للبرود الجنسي عند الرجال اللي طلبتوا منها، والانتصاب كلش نمروا معاه ان شاء الله في مصداقيه. هنا عندنا المكون هذا اللي بزاف يعني دوك نمر معاكم من هذا اللي بزاف يعني حنايا كيما نقول لك نحقروه. حنا هو مجرد يعني هذا راهو ملك الخضروات كما يلقبوه. هنا نحقروه نشوفوا السعر تاعه، يعني يدير 20 دينار ولا 30 دينار، ولكن لو يعني تعرفوا الفوائد العظيمه اللي فيه رايحين تنبهروا، يعني عن جد تنبهروا. هذا راه يعالج، هذا راه صيدليه، هو شوفوا المعدنوس او البقدونس. هنايا واش نديروا، جربوا وحكموا وكتبوا لي. هنا المعدنوس ما تحقروا، شوفوا الفوائد اللي رايحه نمر معكم من بعد للتداوي بالمعدنوس. هنا المعدنوس شوفوا عنده قوه فعاله وكبيره كبيره جدا للبرود الجنسي عند المراه. هنا هذا راه يعمل شحال من فايده، ينحي الافرازات راكم عارفين ما نقولش، كامل المشاكل اللي في الرحم، ينشط البويضات. المهم احنا رانا مع البرود الجنسي. هنا واش ديري، تحكمي زوج قبضات لاباس بهم، تشليهم مليح، يعني تتخلصي من الغبار، تخلصي من الغبار كليا، نديروهم يقطروا، ديري لترين من الماء، زوج لتر من الماء يغلو لدرجة الغليان 100%، نحكمو زوج قبضات أو قبضات تكون كبيرة لاباس بها، يعني ربطة تكون كبيرة لاباس بها هكذا. لما يغلي الماء تاعنا 100% رانا شللنا تخلصنا من الغبار، نقطعوه يعني عشوائي هكذا برك، ربطة على زوج ولا على ثلاثة، ونحطوه في الماء المغلي تاعنا لمدة 5 دقائق، يغلي لمدة 5 دقائق لا أكثر، نعمل غطاء نطفي عليه ونخلي الزيطيره تهبط كيما ولفتكم عن طريق البخار. هنا واش نديرو، عندنا كاس كل نستهلكوه 3 مرات في اليوم، او قبل كل وجبه كاس، يعني مملوء كاس تاع 250 او 240 مليلتر مملوء، ولا شوب 3 4 مرات، ماذا بك 4 مرات 5 مرات في اليوم، رايح شوفوا ينشط الجسم وينشط يعطيك المناعه، و ميم طون راه يعالج لك في امراض اخرى وانت ما على بالكش. انا على بالي واش راني نقول، من بعد نفهمكم. قبل كل وجبه بنص ساعه او ساعه، يعني تستهلكوه قد ما تنجموا، ورجعوا لي بالخبر. ينحي لانفيكسيون، يدير القوه الجنسيه للمراه، يداوي بزاف 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 اعراض. هذه نبازي لكم عليها على البقدونس فالت، اللي عندهم انخفاض ضغط الدم يشربوه بكميات قليله، يعني ما يبالغوش فيه لانه يطلع يعني الضغط تاع الدم يرفعه بقوه عجيبه، يعني هنا يستهلي عندهم انخفاض ضغط الدم يستهلكوه غير بكميه قليله. نمروا مع التداول الاخرى. هنا عندنا عشبه البابونج، شفتوها لما كنت نعملها في روتيناتي، وكنت قلت لكم تنحي القلقه وتحسن الذاكره وتنشط الدوره الدمويه وتنشط الدماغ. هنا عندنا عشبه البابونج، ها هي كما راكم تشوفوا فيها، ها هي نشد كميه. هنايا رايحه
تهدئ الأعصاب. البابونج معروف بتهدئة الأعصاب يعني، ويعطي مناعة للجسم وقوة كبيرة للجسم، يعني المناعة للجسم، وينحي البرود الجنسي. هنا واش نديرو؟ نأخذ ملعقة كبيرة، نتخلص من الغبار يعني نشللها، نديرو كأس تاع ماء مغلي، ماء مغلي يغلي لدرجة 100%. نحكم هذه الملعقة الكبيرة تاع البابونج، نرميها في الماء المغلي ونغطيها دائما وابدا. ننصحكم بتغطية المنقوع، اللي يكون منقوع من غير المغلى او المغلى، باش نحافظوا على زيوت الطيارة تاعنا، هي اللي فيها الفوائد الكبيرة. نخليها لمدة 10 دقائق ونستهلكوها باردة 3 مرات في اليوم. البقدونس كذلك لما يغلي لمدة 5 دقائق على ماء مغلي، نطفيو عليه، نخلوه حتى يبرد تماما، نستهلكوه بارد، بشرط يكون بارد. بازيلكم عليه، قوة عظيمة فيه. المهم الزنجبيل، الزنجبيل أخضر أو بودرة، ها هو الزنجبيل، ها هو بودرة. هنا ناخذ كمية من الماء، نعملوا لتر من الماء، كما راكم تشوفوا هذا أصبع من الزنجبيل. نتخلصوا من الغبار، نشلوه ونحكموا نسكرفجوه يعني عن طريق الراب أو قطع صغيرة، نعملوه في الماء لمدة 5 دقائق مغلي أو 10 دقائق، ونتركه يوم كامل. هنا بشرط يوم كامل، ونستهلكوه ثاني يعني مرة أخرى قبل كل وجبة. الزنجبيل فيه مادة يعني تعمل سخانة للجسم، هو في حد ذاته يقوي الجسم، ويعني ننصحكم به بكثرة في الشتاء. يدير يعمل سخانة للجسم، فيه مادة تعطي يعني كما نقولوا سخونية، حرارة للجسم، ويقوي المناعة خاصة عند الرجال. هذا للنساء أيضا، للنساء كذلك. نعملوه في كمية من الماء مغلي، لتر ماء، كمية هكذا، نسكرفجوها ونغطوه بالغطاء ونخلوه ليلة كاملة، ونستهلكوه بدون سكر. هو شوية يجي حار، اللي ما ضرورة ما يقدروش يجيهم شوية حار، نعملو يعني نحليو عن طريق العسل، ولكن العسل طبيعي ليس السكر. وهنا للي ما عندهمش الزنجبيل هكذا، نعمل زنجبيل بودرة، كأس ماء مغلي، نعمل فيه ملعقة صغيرة من الزنجبيل بودرة، نخلط، نغطيه ونخليه لمدة 10 دقائق. لما يبرد كليا نستهلكوه دافئ، يعني هذا غبرة دافئ كما فهمتكم، وهذا نستهلكوه كذلك دافئ مبروش. نمر لعشبة المريمية، عندها ثاني قوة عظيمة للبرودة عند المرأة، البرود الجنسي عند المرأة. هنا المريمية واش تعمل؟ ها هي المريمية، تعرفوها كاع، معرفون المريمية، عشبة المريمية كامل، عشبة المريمية راهي صيدلية عظيمة. هنا واش دير؟ فوالا، هنايا واش دير المريمية؟ المريمية رايحة تتخلصي كليا من الإفرازات، من الحكة، من الميكروبات، هذه هي اللي تعمل البرود الجنسي عند النساء. هنا بزاف اللي ما على بالهمش يعني هذا المشاكل هي اللي تعمل البرود، تقول لك من واش كاين اللي تجيها من حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل ثاني راها تقتل النفس، صدقوني عن تجربه، وسقسيوا عليها ورايحين يعني تتحقوا من هذا المعلومه اللي عطيتها لكم. وثاني المشاكل اللي قلت لكم عليها، خاصه اللي عندها مشاكل في الرحم، رايحه تقوي البويضات وتقوي الرحم، تقوي عضلات الرحم، وتمنعك من المشاكل كاع الميكروبات، كلش اللي راه في الرحم والافرازات، وتعطيك قوه للرحم، وبها اللي تعمل لك قوه الجنسيه، يعني تقتل كامل البرود الجنسي عند المراه. هنايا واش ديروا؟ وننصحكم بها تعملوها حمام مقعدي، رايح يعطيك قوه للجسم، وتموت كامل هذيك البرود الجنسي عند المراه، وتعطيك قوه للجسم، وتعمل سخانه يعني كما نقولوا شعاع في الجسم. هذه هي. الوغ واش ديري هنايا؟ تعملي حمام مجلسي مقعدي، يعني تغلي كميه كيما هكذا في قدر، تغلي لمده 10 دقائق وهي مغطاه لعدم تطاير الزيوت. هنا تخليها شويه تدفى، نعملوها في وعاء باسنه ولا نقعدوا عليها، رايحه تتخلصي من كل الافرازات والمشاكل اللي في الرحم. وكاس قبل كل وجبه، كاس قبل كل وجبه شرابا
غير محلات الا للضروره نحليها قليل من السكر الا القليل او عسل طبيعي هنا 3 مرات في اليوم. صدقوني رهيبه الماريميه مقعد لمده 3 ايام، حمام مقعد يعني نجلسوا عليها وهي شويه سخونه ماشي دافئ، شويه سخونه لمده 3 ايام، وشراب شربوا قد اللي تنجموا. هنا ننصح بها الحوامل ما يستعملوهاش، المراه الحامل تعمل اجهاض، والمراه اللي ترضع ما تعملهاش الماريميه لانها تعمل انقطاع الحليب. راني فهمتكم باش ما تجيش تساؤلات على المراه الحامل والمراه اللي ترضع. هذه هي زيدوا، رايحه نزيدكم عشبه ثانيه رهيبه مكون في كل بيت وهي اليانسون. انا اليانسون خلاص لي ما راهوش عندي، عشبه اليانسون باللغه العربيه وحنا بالدارجه نقولوا حبه حلاوه اللي نعملوها في المعجنات ونعملوها تيزانات للرضع وكاع. هنايا اليانسون نستهلكوه 3 مرات في اليوم، يعني حبه حلاوه نعملوا كميه قليله في نصف لتر ماء ولا لتر ماء باش نستهلكوه يعني طول النهار، طول النهار او غدوه. ويعني ما كنصيحه كامل الاعشاب اللي تبقى لكم ورايحين تخبيوها نغطيوها مليح، يعني نعملها غطاء جيدا ونعملها في الثلاجه ونعاود نستهلكها عادي لمده 3 ايام. اليانسون مده اليوم الاول والثاني تبان لكم النتيجه، هي والبابونج، البابونج كذلك ننصحكم به. هذه هي اخواتي، نزيدكم يعني عشبه اخيره. وعلى فكره راني بنت لكم اللي كان بزاف طلبات جات مني باش نبان لكم في الفيديو، قلتوا لي ملي رحتي تلمسها ما بنتيناش، هاني بنت لكم جداتكم راهي بانت لكم. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا هذه عشبه الفليو، ها هما الاعشاب اللي كنت جبتها من عند عجوزتي من كنت عجوزتي في تلمسة، وقلت لكم رايحه نداوي نعمل لكم تداوي بها. هنا عندنا عشبه الفليو، عشبه الفليو معروفه هنا راه يابس كيما راكم تشوفوا، هذا اللي قلت لكم نحاتها عجوزتي من الجبل هي تداوي بهم. الوغ هنا واش نديرو؟ هنا الفليو يعمل سخانه للجسم، ينقي الميكروبات اللي عندهم الحكه ويعطي قوه للجسم وينحي تتخلصوا من بروده الجسم. هنا نحكم كميه من الماء كيما نقولوا نصف لتر من الماء او لتر من الماء، نعمل فيه 4 أو 5 ملاعق من الفليو، نتخلصوا من الغبار، نخلوها لمده 5 دقائق ونغطيها، وبعد ما تدفى نشربها قبل كل وجبه. ننصحكم انا بالاعشاب كاع اللي مديتها لكم قبل كل وجبه بنصف ساعه او ساعه، او نحكم ماء مغلي لدرجه 100%، ناخذ كاس ماء تاع 200 او 250 مللتر، نعمل كميه يعني ملعقه كبيره او ملعقتين، نتخلصوا من الغبار ونضعها في الكاس المغلي، نغطيه لمده 10 دقائق، نعاود نخلط بالملعقه، نحليه شويه برك الفليو معليش حليه حتى لو بالسكر معليش، العسل الطبيعي او العسل الطبيعي وتشربوا بصحه. وهنا 2 أو 3 مرات يوميا لمده اسبوع، اللي عطيتهم لكم هادو داوموا عليهم، يعني كيما المعدنوس لمده اسبوع 10 ايام، 3 ايام تبان لك النتيجه. البابونج في نفس هذه هي اخواتي، ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، ما تتجرحوش برك بالكلام، راهي فيديوهاتي بكل مصداقيه وفيها فايده كبيره، جربوا وحكموا وكتبوا لي في التعليقات. وراهي جايه واحد العشبه شوفوا رهيبه 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 ايضا للبرود الجنسي، هنا راهي كاينه عندنا تلقاوها في المحلات، رايحه نجيبها لكم انا وصيت العشاب راهو جايبها، ولكن تلقاوها بكل سهوله. شوفوا رهيبه جد رهيبه للبرود الجنسي عند النساء وثاني عند الرجال. الاسبوع المقبل نعملها لكم ان شاء الله، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم في الفيديو. كملوا الفيديو باش تستفادوا، راني كلش عطيتها لكم في الفيديو، ما عنديش وقت باش نجاوبكم كاع، ان شاء الله تستفادوا. نقول لكم بقاو على خير، راهي تعجبني تعليقاتكم، ونقول لكم ربي يجازيكم في امان الله. مع السلامه، هاي بيزو هاي.